لا شيء هنا غير أنين جرحى وأصوات إنقاذ وجريمة تكاد تضيع خيوطها بين أرض الحوثي وسماء التحالف. وفق مكتب صحة الحديدة ومصادر طبية محلية، فإن ضحايا سوق السمك ارتفع إلى أكثر من 50 شخصا وقرابة 100 جريح. تقول ذات المصادر إن مستشفى الثورة الرسمي ومستشفيات أهلية استقبلت العديد من الجرحى، إصابة بعضهم خطيرة للغاية. غير الجرحى تقريبا مكثر من 35 إلى 40 جريح للآن الذي احنا حصيناهم فقط، غير المستشفيات الخاصة، وأرسلنا إلى المستشفيات الخاصة أكثر من الجرحى، أرسلنا إلى المستشفيات الخاصة. الجريمة المروعة التي شهدتها الحديدة الخميس الماضي وأدت إلى مقتل العشرات في سوق شعبي للسمك أمام مستشفى الثورة العام ارتكبت بسبب قصف جوي وفق منظمات إغاثة، واتهمت ميليشيا الحوثي قوات التحالف باستهداف السوق. لكن التحالف العربي بحسب ناطقه الرسمي تركي المالكي نفى ارتكابه الحادثة، مفيدا بأنه لم يقم بأي عمليات عسكرية. واتهم المالكي في تصريحات لقناة سكاي نيوز العربية حركة الحوثي بالوقوف وراء الحادثة من أجل استعطاف الرأي العام الدولي وسباقا لجلسة مجلس الأمن. وهي محاولة بائسة ويائسة من الميليشيات الحوثية في استعطاف الرأي العالمي ومحاولة إثارة الرأي العام على التحالف. لم يكن هناك اليوم أي استهداف من قبل قيادة القوات المشتركة للتحالف داخل مدينة الحديدة، لا يمكن بأي حال من الأحوال استهداف الأعيان المدنية والمواطنين. تأتي حادثة الحديدة الأخيرة لتضاف إلى قائمة الكوارث التي تشهدها الحديدة، حيث تشهد المدينة حالات نزوح وأوضاعا اقتصادية صعبة في الوقت الذي ينتظر فيه سكان المدينة مصيرهم المجهول بين حصار التحالف وخنادق ميليشيا الحوثي.